أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أعلنت صوت أمريكا يوم 26 نوفمبر باغتيال زيلينسكي عبر ضربة صاروخية لروسيا؟ وأكدت أن الإحداثيات تمت على أساس أن زيلينسكي سيكون في المكان القصف، وقد حجبت بعض العناصر بين قوسين المساعدة للحماية من أجل الوصول إلى زيلينسكي. فهل الأمر واضح أنه أتى بعدا ليقول نفس المصدر أي صوت أمريكا بأن خطأ تقنيا حدث؟ إذا أمامنا صوت أمريكا، وهذا ما علقت عليه ديفالت الألمانية بالقول إن هناك سيناريو إذا لمثل هذا الوضع، محاولة جعل زيلينسكي في مواجهة الصواريخ الروسية من أجل اغتياله لضرب عصفور بحرة. من جهة كل العصيان بين قوسين في استمرار الحرب سينتهي، وهذا ما تريده أمريكا. تريد أمريكا الوصول إلى حل الآن، وزيلينسكي اليوم عقبة حقيقية، خصوصا بعد حادثة الصاروخ الأوكراني في بولونيا، أو حكاية الصاروخ الأوكراني مع الجرار البولوني. إذا أمامنا هذا التوصيف، وعندنا توصيف آخر يتأكد من خلاله أن المخابرات الروسية تعلم بما يفكر فيه تماما البريطاني، وعلى الخصوص العناصر الأنجلوساكسونية التي تحمي زيلينسكي، وهي تريد بأي حال ضرب عصفورين كما ذكرت بحجر واحد: اغتيال زيلينسكي عبر الروس، عبر الهيمجية الروسية، عبر كل ما يمكن وصفه للروس، وهكذا ستكون صورة زيلينسكي هذا البطل الخالد. فهذا مهم جدا أن يكون شهيدا، يجب أن يكون شهيدا من أجل إبقاء أوكرانيا أقوى. في نفس الآن لا بد من وقف إطلاق النار، ولا يمكن لزيلينسكي أن يوقع على وقف إطلاق النار. إذا هذا البطل سيذهب مباشرة كبطل، وآنذاك ستأتي قيادة براغماتية عادية ليس لديها مثل هذا الثقل من أجل التوقيع على وقف إطلاق النار. كل هذا تستوعبه المخابرات الروسية على وجه التحديد، وهي ترى أن زيلينسكي يحمل إلى المناطق الخطرة للغاية من أجل موته، من أجل اغتياله. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون زيلينسكي الآن درعا لوقف الهجمات ضد أوكرانيا. واقع الأمر أن محاولة نقل زيلينسكي إلى المناطق التي ستكون فيها الهجومات وسيكون فيها القصف الصاروخي، بل إن منصة ألمانية لم تشتغل وهي المكلفة بحماية حراسة زيلينسكي. فهل كل هذا تخوف أم أن صوت أمريكا كانت تعرف جيدا في 26 نوفمبر بمثل هذا السيناريو وأعلنته؟ صوت أمريكا نقصد تماما استخبارات البنتاغون. إذا الأمر هنا واضح، ولذلك التقدير الذي يذهب إليه الآن الروسي أن اغتيال زيلينسكي جزء لا يتجزأ من هذه المحاولة، لأن زيلينسكي يعرف جيدا أنه صنع لنفسه صورة لا يريد أن يخرج منها، بطل للتحرير، تحرير ليس فقط أراضي احتلت بعد 24 فبراير 2022، وإنما أيضا تعود إلى أراضي 2014. إذا الأمر الآن أن البطل لا يمكن أن يقف تحت أي حدود، وواقع أن زيلينسكي يرغب في الوصول إلى خط 24، أي خط 23 فبراير، وهذا الخط اليوم أقرب إليه، لأن المناطق المنفصلة من دونباس هي نفسها التي يعمل عليها الآن، هي على خطوط النار الآن بالنسبة للحدود التي تصنعها فاغنر.
ولماذا إذا الذهاب بعيدا إلى أن يكون هناك الاغتيال مع فاغنر؟ تدفع إذا روسيا فاغنر إن وقع خطأ ما أن تتحمل مسؤوليته فاغنر، وآنذاك لن يكون للجيش ولأجهزته أي إطار عمليات. إذا لماذا فاغنر في المقدمة؟ لماذا فاغنر أمام هذه العمليات الخاصة؟ كي تتجاوز روسيا في إحدى الأوقات التكلفة السياسية لاغتيال زيلينسكي، لأن زيلينسكي بعد 26 نوفمبر مع صوت أمريكا، وهذا ما تؤكده ديفالت الألمانية وغيرها من وسائل الإعلام الألمانية ومن ثم أيضا الروسية، فإن التقدير الجاري به العمل حاليا هو الوصول إلى إعادة ترتيب وضع خاص. هذا الوضع الخاص هو ما عليه الأمر الآن، انطلاقا من أمرين أساسيين أو على الأقل خلاصتين رئيستين. الخلاصة الأولى أن زيلينسكي يعرف أنه في إطار نهايته السياسية، وهو يرغب في أن تكون النهاية تراجيدية، هذا ما تؤكده الصحافة الروسية، ولذلك فهو لا يمتنع عن مثل هذه الحراسة الأنجلوساكسونية التي أدت به مرتين إلى أن يكون شهيد أوكرانيا، يعني أن يغتال بالصواريخ الروسية. ويعتقد وهو يقول لصحبه ورفقته مرتين على الأقل أنه مستعد أن يكون شهيد لأوكرانيا من أجل أن تتحصل أوكرانيا على الدفاع الجوي. فلا يمكن لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تسليم دفاعات جوية على شكل الباتريوت، أو أيضا بالنسبة لما سمي بالقبة الحديدية الإسرائيلية، إلا في حال أن يستشهد. وإن استشهد أو قتل سيكون هذا أمرا ضروريا أمام زخم ما سيكون عليه الحال، سيسلم للشعب الأوكراني مثل هذا الخيار. لذلك هو لا يمانع من أن يكون في قلب هذه الأخطاء المحتملة للمخابرات الروسية. ومجرد أن يكون زيلينسكي ضمن الأهداف التي لا يستطيع الروس دفع تكلفتها على الأقل ميدانيا في نظر البعض، فإن مجرد تواجد زيلينسكي في منطقة أو أكثر من منطقة هذا يمنع الضربات حقيقة بالنسبة للمخابرات الروسية. المخابرات الروسية تتدخل في كييف على وجه التحديد من أجل تحديد الأهداف بدقة متناهية، وتكون الاستخبارات هي التي تقوم بهذه العملية. إذن أمامنا السر المفضوح اسمه مقتل زيلينسكي أمام المخابرات الروسية التي اليوم لا تريد أن يموت زيلينسكي بضربة جوية. لذلك فزيلينسكي في كل مكان في كييف، وهذا الذي يشكل خطورة أكبر بالنسبة لحالة الخطأ المحتملة. ومجرد أن يسعى زيلينسكي إلى أن يكون في مناطق خطرة للغاية، هذا تصرف منه شخصيا وقبول منه شخصيا. هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية أن البولونيين يريدون أن يكون زيلينسكي بعيدا الآن عن مسرح الأحداث لسبب بسيط، لأنهم يحاولون السيطرة أكثر على القرار السياسي الأوكراني، وزيلينسكي قوي للغاية بحيث أن اختراق المخابرات البولونية أصعب بكثير، لأن البولونيين في البداية كان اختراقهم أكبر، فعزل زيلينسكي أغلب القادة واقترح المخابرات البريطانية لحمايته، وأيضا المخابرات الأمريكية. المخابرات الأمريكية لا يمكن أن يموت أو يقتل زيلينسكي، وقد وصل الحال أنه في زيارة لجأ كل من زيلينسكي وأيضا بيرنز عن CIA، وهذا ما نقلناه في حينه، إلى الملاجئ من أجل الحفاظ على حياته. كان مهما بالنسبة لروسيا في هذه الظرفية على وجه التحديد ألا تصل إلى العنصرين،
أن تقصف قريبا منهما ولكن أن لا تصلهما، لأن في حال وصولهما ستكون كارثة. كارثة لأن الأمر قد يستدعي مباشرة تحويلا جديدا مرحلة أخرى في هذه الحرب التي أخذ يربحها تكتيكيا الروس الآن، وهم يريدون بهذا السبيل أن يصلوا إلى أهدافهم. إذن أمامنا هذا التصور الذي أعطى لكل من قصف المنطقة التي لبرنز وأيضا بالنسبة لزيلينسكي. وعندما نشرنا نحن في أسرار شرق أوسطية وبسبق في نفس اليوم بأن القصف كان قريبا من مدير الاستخبارات، كانت فويس كانت صوت أمريكا للبنتاغون تؤكد أن القصف كان قريبا من زيلينسكي. هنا اختلفنا، وواقع الحالي أن صوت أمريكا تراجعت ليتأكد فعلا أن الخبر الذي نقلناه بخصوص القصف على مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA هو الصحيح. لذلك فاليوم مرة أخرى يتأكد أن ما يجري الآن من محاولة قصف زيلينسكي أبعد عن إحداثيات روسية للأسباب التي ذكرناها، ولأن هناك تأهيل مباشر بمحاولة المغالطة، لأن صوت أمريكا والحرة عموما الممولين من وزارة الدفاع الأمريكية بشكل مباشر، هذان الجهازان ماذا قال بخصوص 26 من نوفمبر كان واضحا أن الأمر يتعلق بالوصول إلى زيلينسكي، وفي الحالة الحقيقية الوصول إلى مدير المخابرات الأمريكية، لأن الزيارة كانت سرية ولم يكن يعرف بها الجميع، إلا أن الخروج مباشرة من هذه المنطقة وباتجاه كييف هو الذي كشف القصف الأول الذي ذهب مباشرة بمدير المخابرات إلى الملاجئ. هذا الملجأ نفسه هو الذي قصف بعدها وكان فيه زيلينسكي يوم 26 من نوفمبر. لهذا فاللعبة دائما محاولة إبطال صورة وإحضار صورة أخرى، وهذا معلوم في الإعلام وفي كل الأحوال. فإن المخابرات الروسية تعلم أن هناك من يدفع زيلينسكي ليصبح شهيدا ويصبح بطلا، وبطلا للأمة الأوكرانية التي لا تموت. لا يمكن إلا ضرب كل العناصر إلا زيلينسكي. وبالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يجب أن يذهب زيلينسكي ليربحوا الشهيدة ويربحوا وقف إطلاق النار. وهذا هو واقع الحال الآن في هذا الصراع الاستخباري الدقيق للغاية، والمهم أن يكون هناك قصف. وزيلينسكي يعرف جيدا أنه إن كان جريحا سيكون خيار ضمن الخيارات التي يمكن أن ترفع المعنويات وأيضا أن تأتي بأكل نشر الدفاعات الجوية الأمريكية في سماء كييف وباقي المنطقة. لكن هناك الرد الذي يتضح بالنسبة للقصف بأسلحة جديدة وقنابل جديدة موجهة بالأساس لعزل أيمارس وباقي عنصر الدبابات، والعنصر الثاني عنصر الطائرات المقاتلة. كل هذا مستبعد الآن في هذه الظرفية بالنسبة لأوكرانيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.